120 مليار ريال لتخفيف آثار كورونا على القطاع الخاص ووزير الصحة. إجراءاتنا الاحترازية ساهمت في عدم انتشار الفيروس. وتتابعون معنا تعليق الرحلات الداخلية والحافلات والأجرة ل14 يوما وكيف تقضي فترة العزل المنزلي في عصر كورونا. هلا هنا البداية، حياكم الله، أنا جمال معيقل ورحب بكم في حلقة جديدة من يا هلا. وإلى أولى أخبارنا، في إطار الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين للتعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي لفيروس كورونا ولضمان سلامة المواطنين والمقيمين كأولوية قصوى لديها ولمواجهة الآثار المالية والاقتصادية، أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف أن الحكومة أعدت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات هذا الوباء، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتتجاوز قيمة هذه المبادرات 120 مليارا. نتابع مقتطفات من حديث وزير المالية. في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي طرأت على النشاط الاقتصادي وتأثيرات فيروس كورونا المستجد، فقد أعدت الحكومة عددا من المبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال، والتي تمثلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عنه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية. وقد شملت هذه المبادرات أولاً الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهي إقامتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامة الخاصة بالوافدين لمدة 3 أشهر دون مقابل. 2. تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال فترة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر أو تمديدها لمدة 3 أشهر دون مقابل. 3. تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة 3 أشهر بدون مقابل. 4. تمكين أصحاب الأعمال ولمدة 3 أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها ومنح الشهادات الزكوية بدون قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافة إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبلها ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة هذا التأجيل حسب الحاجة. 5. تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة 30 يوما مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك ل3 أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرا حسب الحاجة. 6. تأجيل دفع بعض الرسوم للخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرا حسب الحاجة. 7. تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام 2020 لمبادرة برنامج استدامة الشركات.
الثامن تأجيل سداد المبالغ المستحقة لعدد من الصناديق والبنوك التنموية لمدة تتراوح بين 3 إلى 9 أشهر، وتمكين المنشآت المقترضة من هذه الصنود من هذه الصناديق والبنوك التنموية بما فيها المنشآت الصناعية والزراعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من إعادة هيكلة ديونها وتوفير قروض لتمويل رأس المال العامل لهذه المنشآت. هذه إذا كانت مقتطفات لحديث وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط أيضا المكلف للحديث حول مضامين هذه الكلمة، الانعكاسات التي تؤثر على الاقتصاد السعودي بشكل عام. ينضم معي في الاستوديو دكتور فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى. حياك الله دكتور فهد، شكرا لتلبية الدعوة. أهلا وسهلا دكتور. خلينا ناخذ بداية المشكلة إذا جاز لنا التعبير، تشخيص المشكلة من خلال الطرح الذي تم طرحه اليوم من قبل وزير المالية. هل المبادرات التي تم طرحها حتى الآن كافية؟ أولا مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام، ونبدأ من كلمة خادم الحرمين الشريفين البارحة أنه شخص الأزمة القائمة وذكر أن أبعادها خطيرة سواء على المدى القصير أو حتى على المدى الأطول. إذن الأزمة لا نعرف متى تنتهي ولا نعرف ولا نستطيع تشخيص الآثار السلبية بمقياس دقيق، ولكن لدينا توقعات. المبادرات التي اليوم أعلن عنها وزير المالية ووزير الاقتصاد بالتكليف هي مبادرات سريعة وإيجابية، ولكن أيضا السؤال هل هذا يكفي في هذه الأوضاع؟ هل هو فعلا هذا المبلغ وهذا الدعم سوف يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي فقدت كثيرا من مبيعاتها، التي خسرت عملائها وتدفع رواتب لبعض موظفينها الذين لم يستطيعوا العمل؟ فهذا هو المعيار الذي يجب أن ننظر له. هل هذه الأزمة سوف تبقى ل3 شهور لسنة؟ يعني عندما ننظر إلى أكبر اقتصاد في العالم الولايات المتحدة اليوم فرضت حظر على التجوال في مدينة نيويورك لمدة 90 يوم، هذا مؤشر أن الأزمة سوف تطول لأكثر من 3 شهور. إذن أبعاد المشكلة يتطلب المزيد من الدعم، والدعم يجب أن يوجه إلى قطاعات محددة، القطاعات الرئيسية التي تدعم التوظيف وتدعم الاقتصاد. لا يمكن أن احنا نقدم الدعم لكل منشأة، ولكن هناك منشآت لها قيمة اقتصادية مضافة يجب أن نركز عليها ونوفر لها الدعم السخي حتى تعود إلى الأمور إلى مجراها، ويصبح الاقتصاد في حالة على الأقل انتعاش من بعد هذا الحالة التي سوف تتسبب في ركود. عندما ينخفض الربع هذا النمو الاقتصادي في الربع الثاني والربع الثالث، وسوف يكون هناك إذا انخفض بشكل متسلسل متتابع، فهذا معنى أن الاقتصاد بدأ يدخل الركود، وليس الاقتصاد فقط السعودي، حتى الاقتصاد العالمي. فمعنى إحنا نواجه أزمة اقتصادية حقيقية لم نشهدها في التاريخ. حتى لو نظرنا إلى الأزمة المالية التي وقعت لو الدبريشن في أمريكا في عام اللي بدأ 1923 و27 الكساد العظيم، نعم الكساد العظيم امتد إلى 15 عام لتخرج منها الولايات المتحدة، 15 عام. ثم تأتي الأزمة الأخيرة المالية اللي في عام 2008 وكانت يعني لا تعادل هذه الأزمة. هذه الأزمة كنا في البداية نتوقع أنها بسيطة، لكن بعد ما أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن هذا الفيروس أصبح وباء وينتشر بشكل سريع، أصبحت الأخطار تتعاظم وأصبحت الأزمة فعلا أزمة عميقة وخطيرة. دكتور،
ما هي الأدوات اللي اليوم، وش الأدوات اللي تمتلكها حكومات العالم اقتصاديا؟ من الصعب جدا إيقاف زي النزيف اللي يعاني منه اقتصاديات العالم، لكن ما هي الأدوات اللي يمكن أن تخفف هذه الآثار وتحديدا على المواطنين الدول؟ احنا ما نتكلم عن السعودية بشكل عام، احنا جزء نؤثر ونتأثر. ما هي الأدوات التي نمتلكها اليوم كحكومة؟ نعم، هناك أدوات مالية وأدوات نقدية. نرى يعني مثلا الفدرالي خفض سعر الفائدة، وهناك أيضا دعم مالي، انفاق أو شراء سندات من القطاع الخاص. هذه كلها سياسات تدعم هذه المنشآت. لكن السؤال كيف ننمي الطلب؟ الطلب الآن انخفض بشكل كبير، كيف نعيد هذا الطلب وننشط الاقتصاد؟ كم المدة؟ هل هي فترة قصيرة الأجل؟ عندما نتكلم عن قصيرة الأجل أشهر إلى سنة، أو هي متوسطة الأجل إلى 3 سنوات أو أكثر؟ وما زلنا إلى الآن ننظر إلى هذه الأزمة نظرة إنها أزمة سوف تطول، فأخطارها كبيرة، والحكومات يجب أن تقدم دعم أكثر ويكون الدعم موجه حتى يستعيد الاقتصاد جزءا بسيط من، إن لم ينمو يكون في حالة ركود ثبات، يعني استقرار، حتى تتحسن الأمور، ثم يبدأ الدعم يأخذ مجراه لدعم النمو الاقتصادي على فترة على الأقل المتوسطة. تحدثت قبل شوي دكتور عن أنه ليس كل القطاعات يفترض أن يوجه لها الدعم، هناك قطاعات مهمة جدا في الاقتصاد وهي التي يفترض أن يوجه لها الدعم بشكل مباشر من قبل الحكومات. أبغى أسمع منك دكتور، ما هي القطاعات التي على رأس أولوية الحكومة اليوم واللي تعتقد أنها مؤثرة بشكل كبير جدا في الناتج المحلي الإجمالي وفي الاقتصاد بشكل عام؟ ومن ثم ألا يمكن للطلب أو عملية التجارة الإلكترونية اليوم أن تسهم في بقاء مستويات الطلب ضمن إطار يسمح للحكومات أو على وصفك بحالة استقرار؟ كل القطاعات الاقتصادية في غاية الأهمية، ولكن كل دولة وكل حكومة لديها موارد محدودة، فمن الرشادة أن تنفق هذا المورد المحدود في مكان الأصح أو في الأولويات. ما هي الأولويات؟ قطاع الصناعة، القطاع حتى قطاع التجزئة يجب دعمه لأنه يوظف الكثير من السعوديين. هذه القطاعات يجب دعمها وبشكل فعال. كيف يتم هذا الدعم؟ هل الدعم هذا سوف يكون إيجابي أو إنه بس فقط دعم لا يحرك القطاع الخاص؟ يجب أن ينظر إلى هذا الدعم إنه محرك وإنعاش الطلب. صحيح التجارة الإلكترونية مهمة، لكن مهما كانت التجارة الإلكترونية سوف تعوض جزء من الطلب الكلي في الاقتصاد، لكن ليس كله. فكل شركة أو كل منشأة سواء صغيرة أو متوسطة هي لديها خطة تشغيلية للعام هذا وخطة استراتيجية، وعندها ميزان يسمى التسوية، يعني المبيعات تساوي الإيرادات. إذا خسرت مبيعات وأصبح هناك فجوة بين الإيرادات والمبيعات اللي يسمونها بريك إيفن، فسوف تخرج من السوق، لن تستطيع، بعض المنشآت لن تستطيع أن تستمر. فهذا هو اللي نتحدث عنه، يجب توجيه الدعم إلى المنشآت الأكثر حيوية وأكثر أهمية في الاقتصاد السعودي، والتي يعمل فيها الكثير من السعوديين، حتى على الأقل نعيد النشاط إلى بعض هذه المنشآت اللي لها أهمية بالغة ولها قيمة مضافة إلى الاقتصاد السعودي. أحد المبادرات اللي أعلن عنها أيضا اليوم دكتور فهد هي تمكين أصحاب الأعمال لمدة 3 أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل إلى آخر ما ذكر. إلى أي مدى ستتأثر إيرادات الحكومة اليوم من الأزمة القائمة اليوم في كورونا؟
طبعا بالتأكيد الإيرادات غير النفطية سوف تتأثر بمقدار 3 شهور، يعني احنا مقدار ربع سنة سوف تتأثر، لأن لن تجني أي إيرادات من هذه من الأنشطة الاقتصادية. لكن الفائدة والعائد من هذا هو على المدى المتوسط والطويل، إن عندما ينمو الاقتصاد سوف يتسارع وسوف تتسارع المبيعات والقوة الشرائية تنتعش، وبذلك تعوض الحكومة كل ما فقدته في الأشهر الماضية. هذا هو الاستراتيجية، دائما الدول المتقدمة تخفض سعر الفائدة، تخفض الضريبة. ليش؟ لأنها تعرف أن ضريبة 2% على مليون أفضل من 5% على 1000 ريال، فكلما زادت المبيعات وكلما زاد الطلب الكلي في الاقتصاد كلما زادت الإيرادات غير النفطية للدولة، وهذا ما تسعى إليه دولتنا. سامحكم ناخذ معنا هذا الاتصال. معنا الدكتور حسان أبو حليقة الخبير الاقتصادي. مساء الخير دكتور حسان. دكتور حسان حياك الله. أهلين وسهلين، حياك الله دكتور. ربما تبعت حزمة الدعم اللي أعلنها وزير المالية اليوم ب 120 مليار لتخفيف أثر كورونا على القطاع الخاص. بداية أود أن أسمع تعليقك على المبادرات التي تم إطلاقها اليوم. مساء الخير. مساء النور. بالفعل اليوم يعني شهدنا جانب آخر من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين باحتواء تبعات جائحة كورونا، وهو الجانب الاقتصادي. وكما ندرك جميعا أن يعني هو الاقتصاد ظاهرة اجتماعية. 120 مليار هي مرحلة بداية، الالتزام كان جدا واضح في الكلمة الضافية أمس لخادم الحرمين الشريفين الله يحفظه، بيان أن هناك التزام بكل يعني ما يطمئن ويعزز كرامة معيشة قاطنين المملكة العربية السعودية من مواطنين ووافدين. واليوم سمعنا هذا الأمر في المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الصحة ووزير المالية. علينا أن نتذكر أن الأسبوع الماضي كان هناك كذلك حزمة ب 50 مليار أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي للتعامل مع النقص في التدفقات المالية والتخفيف من وطأة جائحة كورونا. وهذه هناك ملاحظة جدا مهمة تم التركيز عليها اليوم سواء من معالي وزير المالية اليوم أو الأسبوع الماضي من معالي محافظ مؤسسة النقد، أن التركيز الأكبر يعني بالتأكيد كل المنشآت مهمة ولكن على المنشآت الصغيرة والمتوسطة. هل تعتقد دكتور أنه مستقبلا، وإحنا نتكلم يمكن استدراكا لحديثي مع الدكتور فهد قبل قليل، هل تعتقد أن الحكومة ستلجأ للاستدانة مستقبلا؟ هذا الباب مفتوح، تم يعني تناوله اليوم في البيان اللي صدر عن وزارة المالية. وبالتأكيد هو الأمر المهم التعامل مع متطلبات الأزمة بحيث يتم كبحها والسيطرة عليها ولجمها والحفاظ على أمرين مهمين اقتصادياً على الأقل من الناحية الاقتصادية. أولاً الحفاظ على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن الاقتصاد نشطة أو لا تخرج على الأقل، وكذلك بالنسبة للعاملين في هذه المنشآت أن يبقى على رأس العمل أو في هناك تركيب إيجابي بينه وبين المنشأة اللي يعمل فيها وألا يخرج. علينا أن نتذكر أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة عدد من يعمل فيها تجاوز 5 مليون عامل، بل تتحدث عن قطاع مهم وهو وعليه تركيز في، والسبب أنه أحد مستهدفات رؤية 2030، فهذا القطاع جدا مهم.
قضية الاستدانة، مدام هناك نشاط اقتصادي ومدام هناك متطلبات، فالاستدانة بالنسبة للدول يعني ما عليها إشكال. الإشكال عندما يكون تكون الاستدانة لغير أمر منتج، أو وهذا يعني الأمر سواء يعني نوقش الآن في دوائر واسعة، سواء كان في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الدول الأوروبية أو الآن ناقشة في المملكة العربية السعودية. إحنا في النهاية أمام أزمة عالمية، يعني معظم دول العالم تعاني منها، تجاوز عدد الدول 150 دولة. وخلال هذه الأزمة بيّنت المملكة العربية السعودية أنها مبادرة بادأت الأمر، لم تتمهل فيه، اتخذت إجراءات بسمت واضح جدا، منظور واضح تصاعدية دون يعني اندفاع ليس له مبرر. حافظت على يعني الانفاق كان واضح جدا، واهتمام الدولة بتناول الشأن الصحي باعتبار انها بالدرجة الاولى يعني أزمة صحية، السيطرة عليها. وهذا ما دام هناك هذا الاطمئنان يعني لمحاصرة الامر صحيا، تبدأ يعني الأنشطة الاجتماعية بما فيها الاقتصاد تنسب، ستتأثر، ولكن الأمر المهم أن تكون تحت السيطرة. شكرا جزيلا لك الدكتور حسين أبو حليق الخبير الاقتصادي. دكتور أعود لك، ذكر إذا سمحت أضيف على هذا. نعم. بالنسبة لكيف تستدين الحكومة، الوزير ذكر اليوم أن التمويل سوف يأتي من الدين أو من الاحتياطي، وذكر إن ما زال الدين العام يمثل بين 6% إلى 9% ولا زال مستوى منخفض حتى الآن، وإن المبلغ اللي ممكن أن يستدينه حوالي 100 مليار ريال. إذا نظرنا إلى هذه النظرية فهي نظرية سليمة. لماذا؟ الآن سعر الفائدة أصلا منخفض، معنى العوائد على لو شرينا سندات هذه بيكون منخفض. أيضا عندما ننظر إلى الاستثمارات قد تكون قيمتها أو العائد منها أفضل من أنك تبيعها أو تسترد بعض المبالغ. إذن ننظر أيضا للدول، كثير الدول الولايات المتحدة وغيرها لديها المديونية 100% توصل إذن من الإجمالي الناتج المحلي وأكثر. إذن هذه الطريقة والأدوات المالية هذه النقدية هي أدوات فعلا أدوات نقدية ناجحة، عندما تتصرف الدولة بتصرف في ظل هذه الأزمات والمشاكل فهي توزن جميع الخيارات، وسواء على المدى القصير أو المدى الطويل، وهذا هو الأفضل مثل ما ذكر الوزير. وأنا أعتقد أن سوف نشاهد في الأيام القادمة حسب حدة هذه الأزمة المزيد من الدعم المالي للقطاع الخاص. على ذكر القطاع الخاص دكتور، وهذه نقطة مهمة جدا، ويمكن منظمة العمل الدولية اليوم أيضا صرحت أنه العالم لابد أن يستعد لربما صعوبات قد تواجه القطاع الخاص في فقد الكثير من الوظائف. السؤال، إذا كنا اليوم إذا كان القطاع الخاص بالأصل هو قطاع يعتمد على الطلب وتنشيط الطلب وحجم الطلب والإنتاج، إحنا أمام قطاع صناعي سيعمل بحدوده الدنيا إذا نتحدث عن إنتاج قليل. إحنا نتحدث اليوم عن حجم كبير جدا من اليد العاملة أبعدت عن هذه المصانع، وبالتالي راح تتأثر اليد العاملة شهرين ثلاثة شهور ما أحد يعرف. سؤالي، كيف نقدر اليوم نحافظ على مستويات إنتاج جيدة تحقق يمكن الطلب أقل شيء المحلي، واثنين كيف نقدر نقول أنه لا هذه الوظائف راح تبقى في القطاع الخاص في ظل هذه الأزمة؟ الوضع خارج عن التحكم سواء الحكومة أو غيرها أو القطاع الخاص. هذه أزمة جاءت يعني لبعض الدول مفاجأة، يعني من أكبر اقتصاد هو الولايات المتحدة. الحين في ورطة من هذا الأمر، اليوم يتكلمون عن بطالة قد تصل إلى 15-16%. إذن هذه الأزمة صعب من أنك تقدر تحافظ على الطلب الكلي على الخدمات وعلى السلع، مستحيل. لكن السياسة السليمة هو الحد من أثارها،
إلى نسبة محددة. هذا هو إذا استطاعت الحكومة من خلال الدعم أن تحد من آثار هذا التدهور في الطلب فهذا شيء طيب، لكن هناك صعوبات تحديات. أفرض أن هذه الأزمة استمرت تعمق أصبحت كبيرة، ليس فقط يعني نتكلم عن السعودية، في العالم الطائرات بقيت متعطلة، الصناعات في العالم متعطلة، يعني كيف تخلق طلب والعالم كله متأثر، وهذا ما نسميه في حالة الركود. إذا دخل الاقتصاد العالمي في الركود، والركود أنواع، يعني هناك الركود قد يكون ركود حاد يتسبب فيما بعد إلى كساد. إذن هذا مهما حاولت الدولة أنها تدعم هذه القطاعات فهي تحاول أن تخفف من حدة الأزمة ومن التحديات، وليس هو حل كامل، لكن هذه هي المقدورات وهذه هي الموارد المتوفرة. ليس في فقط السعودية، في أي بلد أن تدعم الاقتصاد. الدعم مثلا في أمريكا وصل أكثر من 1 تريليون، المحللين يتحدثون أنه غير كافي، يحتاج الاقتصاد دعم 10 تريليون دولار. إذن الذي يحدد قوة هذا الدعم والذي يحدد الطلب الحالي والمستقبلي هو حدة هذه الأزمة. كلما طال مداها كلما كانت الآثار سلبية وأكبر. أعلن اليوم أيضا عن تشكيل لجنة برئاسة المالية وعضوية وزارة الاقتصاد التجارة الصناعة وصندوق التنمية الوطني، واللي أعلن عن مبادرات ب 22 مليار أيضا خلافا لل 120. جزء منها كان عن طريق بنك التنمية الاجتماعي واللي راح يقدم دعم ب 4 مليار ل 100 ألف أسرة اليوم. ألا يمكن لهذا النوع من المبادرات دكتور أنه زي ما ذكرت قبل قليل أنه يسهم على أقل تقدير في إنعاش مستويات الطلب، في استمرار العملية الإنتاجية للمنشآت متوسطة الصغار والأسر المنتجة وخلافه؟ هذه تدعم القطاع الخاص المنتجين. دعم الطلب شيء آخر. هو يجي دعم الطلب عن إلغاء وإيقاف ضريبة القيمة المضافة، الزكاة، غيرها الأشياء هذه. الزكاة حتى على القطاع الخاص بس زي القيمة المضافة، يعني قد يحفز الطلب نوعا ما، لكن الطلب يحتاج إلى تحفيز أولا من القطاع الخاص. كيف يستطيع القطاع الخاص من خلال هذا الدعم تقديم محفزات للمجتمع، أفراد المجتمع، لكي يطلبوا هذه السلع أو الخدمات؟ فهي مسؤولية كبيرة أيضا على القطاع الخاص. الأسعار اللي كانت قبل الأزمة غير مقبولة في الوقت الحاضر، يجب أن تخفض هذه الأسعار والتكلفة صارت أقل عليهم مع الخفض. نعم، هذا صارت التكلفة أقل، ويجب أن تكون الأسعار مخفضة حتى لو على مستوى التكلفة أو أقل بعد، من أجل إنعاش الطلب. لأن عندما ينتعش الطلب على المدى يقول 4 شهور 5 شهور سوف يكون له أثر إيجابي على هذه المنشآت الخاصة التي هي أصبحت مدعومة من الدولة. هذه رسالة مهمة دكتور. نعم. أنا بيك توجهها للقطاع الخاص بختام هذا الفقرة. ما هي الرسالة التي توجهها اليوم للقطاع الخاص؟ خلينا نقول لاستمرارية العجلة لدعم الاقتصاد، ما الذي يجب أن يفعلوه؟ الدولة الآن قدمت الكثير، قدمت الدعم المالي بما يصل إلى 120 مليار ريال. إذن ما هو دور القطاع الخاص؟ هذا الدعم لم يأتي فقط ليوضع في الجيوب، وإنما جاء لكي يتنفس القطاع الخاص، لكي يعيد الطلب على خدماته وعلى سلعه. كيف تستعيد الطلب والخدمات على الطلب على خدماتك وسلعك؟ هو حالة أو تسويقية، يجب أن تسوق لمنتجاتك. كيف تسوق؟ من العوامل الجاذبة للطلب أو دعم الطلب هو تخفيض الأسعار. إذن عليهم تخفيض الأسعار وجذب عدد أكبر من العملاء خاصة في ظل هذه الأزمة، وأنا متأكد في المستقبل سوف يتم تعويض أي
خسارة أو أي تكلفة، مع أن هذه التكلفة يجب أن ينظرون لها أن الدولة دعمتها وألغت فوائد القروض وأخرت، فيجب عليهم أن يسوقوا لمنتجاتهم وأن يجذبون أكبر عدد من الزبائن والعملاء. شكرا جزيلا لك الدكتور فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى، لكل هذه الإيضاحات التي تحدثت عنها عن إجراءات الحكومة التي تم اتخاذها اليوم. أعتقد الرسالة وصلت للعاملين في القطاع الخاص، والرسالة هذه من خلال الدكتور فهد، إذا كنتم يا أصحاب القطاع الخاص أردتم أن تتنفسون في ظل هذه الأزمة فقدموا للوطن ما يقدمه الآن لكم، حاولوا تحفيز هذا الطلب، ساعدوا الناس، ساعدوا في بيع هذه المنتجات بسعر التكلفة مع كل هذا الدعم الذي يقدم لكم. فاصل ونعود. حياكم الله من جديد. وصلنا هذا الخبر قبل قليل، ولو أنه خبر يعني ما أحد وده يعلنه بهالطريقة، وكنا نتمنى أنه هذه الأرقام تبقى في تناقص، لكن للأسف أنها يبدو في ازدياد. إذا أعلنت وزارة الصحة قبل قليل منذ دقائق عن رصد وتسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد كوفيد-19، وقالت الوزارة أن من بين الإصابات 11 حالة قادمة من المغرب، الهند، الأردن، الفلبين، بريطانيا، الإمارات وسويسرا، وتم عزل هذه الحالات مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي الذي أثبت فعاليته للتصدي لنقل العدوى داخليا، كما أن هناك حالة إصابة واحدة لممارسة صحية في مدينة الرياض. أشارت الوزارة إلى أن بقية الحالات وهي 58 حالة هي لمخالطين لحالات سابقة، وبعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية كحفلات الزواج، مقرات العزاء، اللقاءات العائلية. أوضحت الوزارة أن الحالات 70 منها 49 حالة في مدينة الرياض، و11 حالة في مدينة جدة، وحالتان في مكة، وحالة في كل من المدينة المنورة، الدمام، الظهران، القطيف، الباحة، تبوك، وبيشة، وحفر الباطن. بذلك يصل عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة لهذه اللحظة إلى 344 مصابا. يا جماعة الخير، 58 حالة هي لمخالطين لحالات سابقة، وبعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية، زواج، مقرات عزاء، ولقاءات عائلية. ايش الرسالة اللي المفروض توصل للناس عشان يبقون ببيوتهم ويبتعدون عن التجمعات؟ شيء غريب، احنا قبل 3 أسابيع ما كنا نستقبل الا حالات من الخارج، اليوم بدأت الحالات تنتشر نتيجة للمخالطة. وهذا الكلام من 3 أسابيع وإحنا نعيده ونكرره وتعيده كل الجهات الحكومية. ما المفروض أنه يتم؟ هذا أمر غريب حقيقة، لكن نأمل من الله أنه يلطف بالمصابين ويعين اليوم أبطال الصحة اللي يقفون للتصدي في وجه هذا الفيروس، كذلك رجال الأمر، رجال الجمارك، كل العاملين في الخط الأول للدفاع عن هذا المرض، كذلك زملائي هنا في الاستوديو اللي يعملون اليوم لإيصال هذه المعلومات، الزملاء في 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 الكنترول أيضا، جميعنا نعمل اليوم لإيصال هذه المعلومة، وإحنا نعمل عشان نوصل المعلومة لكم. اللي ما له داعي يطلع يقعد ببيته يا جماعة، هذه رسالة بسيطة جدا، اجلس ببيتك ولا تخالط. على أي حال، صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية عن إيقاف الرحلات الداخلية ونشاط سيارات الأجرة وتعليق نشاط الحافلات بأشكالها كافة وخدمة القطارات لجميع المشغلين لمدة 14 يوما. يأتي هذا استكمال الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا، وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم. ما أن ألقت أزمة كورونا بظلالها على العالم
وما تبعها من إجراءات احترازية وتعليق للعمل في معظم القطاعات الحكومية، حتى بادرت الكثير من الجهات بتقديم خدماتها إلكترونيا أو عن بعد. وزارة الموارد البشرية ماذا عملت بعد تعليق العمل وماذا تقدم؟ انضم معي للحديث حول هذا الموضوع الأستاذ عبد العزيز الشمسان، المشرف العام التنفيذي لتجربة العميل والتحول الرقمي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. حياكم الله ومساء الخير. أستاذ عبد العزيز، ودي لو تطلعنا على آخر الإجراءات التي تقومون بها بالوزارة للتغلب على الحالة القائمة الآن. طيب، احنا طبعا الله يحفظ البلاد والعباد. زي ما ذكرت اخوي قبل شوي، احنا يعني كجهاز حكومي نقول لجميع المواطنين والمقيمين الزموا منازلكم، ابتعدوا قدر الامكان عن الاختلاط، الخدمات نقدمها لكم وانتم في منازلكم. احنا اليوم كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نداوم من بيوتنا، من منازلنا، نعقد اجتماعاتنا من البيوت. تمام، امس فقط امس في وقت الذروة 4000 موظف موجودين أونلاين على شبكة الإنترنت يقدمون خدمات الوزارة على طريق الإنترنت. فإحنا ملتزمين في العمل في المنزل ونقدم الخدمات. نطلب منكم أنكم تجلسون في بيوتكم عشان حفظا لكم وحفظا للأرواح. طبعا في ظل الظروف اللي يعني يمر فيها العالم الآن بشكل عام، المملكة بشكل خاص، تتضح أهمية التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية بشكل إلكتروني. حكومتنا الرشيدة حفظها الله بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد الأمين استشعروا أهمية التحول الرقمي في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات. لذلك نجد أخوي أن التحول الرقمي موجود في برنامج التحول الوطني 2030. كل وزارة، كل هيئة حكومية أو حتى القطاع الخاص يعتمدون على التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية بشكل أساسي في تنفيذ خططهم الاستراتيجية. احنا طبعا عملنا مستمرة. التحول الرقمي قرب البعيد، ساهم في تحسين تجارب العملاء. الآن نقدم خدماتنا بكل يسر وسهولة من خلال منصات إلكترونية تعمل على مدار الساعة. ولله الحمد حصلنا على نسبة 95% على مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية. فالخدمات متوفرة إلكترونيا. لو نبغى نتحدث عنها بالتفصيل ممكن ناخذها الآن، نتكلم عن بعض الخدمات اللي ممكن. يا ليت إذا سمحت لي عبد العزيز، إذا كان عندنا أرقام اليوم نتكلم عنها، كم خدمة أنجزت حتى الآن؟ ما هي الخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال منصاتكم الرقمية على سبيل المثال؟ يعني العمليات الإلكترونية اللي تقدم بشكل يومي، أعطيك مثلا فقط أمس مثلا تم تجديد 80,000 رخصة عن طريق المنصة الإلكترونية. ملفات فتح المنشآت تتم إلكترونيا. العمل مستمر على المنصات الإلكترونية كل يوم بشكل طبيعي وبشكل آلي ومؤتمت تماما. عندنا منصة قوة لحكومة أصحاب الأعمال تقدم خدمات 100% تقريبا من احتياجات المنشآت. ما يحتاج صاحب العمل أنه يزور الفرع، يحصل على الخدمة بشكل فوري من المنصة. كذلك من ضمن الخدمات المهمة واللي تقدم للضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة فهي مرتبطة بنسبة 95% مع ربط مع جميع الجهات الحكومية. زمان كان المستفيد يحضر إلى مقر الوزارة ويتقدم في معاملته للحصول على موافقة للحصول على الدعم. الآن ليس هناك حاجة لزيارة الفرع، يقدم عليها ويحصل عليها خلال يوم واحد. هذه الآن طبعاً عندنا منصة مسار الوطنية تقدم خدماتها لجميع الجهات الحكومية كذلك والموظفين والأفراد في إدارة وتطوير الموارد البشرية. هذا على عجالة عن أبرز الخدمات اللي تقدمها الوزارة الآن إلكترونياً. هل تختصر اليوم الخدمات الرقمية أستاذ عبد العزيز، خلينا نقول رحلة العميل للحصول على الخدمة في حال أنه اليوم عن الوضع العادي، ما هو الفارق بينهم؟ طبعا الحمد لله احنا بدأنا في رحلة التحول الرقمي من سنتين تقريبا مع بداية برنامج التحول الوطني. فتغيرت رحلة العميل من ذلك الوقت عن الآن. الآن العميل يقدم إلكترونيا. زمان كان العميل في رحلته يذهب إلى فرع أو يذهب إلى ممثل خدمة عملاء
يتقدم بمعاملته ورقيا، يحصل على إشعارات أو اتصال بفادته بموافقة على طلبه. كل هذا انتهى الآن، نحن الآن نتعامل بشكل كامل مع رحلة العميل بشكل إلكتروني. العميل توصل إشعارات عن طريق البريد الإلكتروني، عن طريق الرسائل النصية. فهذا التغير اللي صار الآن في رحلة العميل استفدنا منه الآن مع ظهور فيروس كورونا. أنتم أعلنتوا في الوزارة عن حزمة من الدعم تقريبا ب 17 مليار، هل يتاح اليوم أو هل هو متاح اليوم أن يتم تقديم الحصول على الدعم من خلال منصاتكم الرقمية أيضا؟ طبعا نعم، الدعم هذا 12 مليار تأتي من بنك التنمية، والمتبقي يأتي من صندوق الموارد البشرية، هدف 5 مليار هدف. نعم. عن طريق منصات إلكترونية مؤتمتة بالكامل. تقدم بطلبك عن طريق المنصة، تحصل على الموافقة عن طريق المنصة، ما في حاجة للحضور أبدا إلى مقر الوزارة. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد العزيز الشمسان، المشرف العام التنفيذي لتجربة العميل والتحول الرقمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يذكر أنه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم قد أعلن عن حزمة دعم للقطاع الخاص ب 17 مليار، جزء منها 5 مليار و 300 مليون تقريبا هي من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، والمبلغ المتبقي هو معنا عن صندوق التنمية الوطني، واللي أيضا أعلن عن حزمة ب 22 مليار ريال من صناديقه الأربعة، صندوق التنمية الزراعي وصندوق وبنك التنمية الاجتماعي والصندوق الصناعي وهدف. هذه كلها بهدف تحفيز اليوم القطاع الخاص ودعم أيضا الإنتاج، إنجاز لنا التعبير في القطاع الخاص. فاصل ونعود. حياكم الله من جديد. أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية محمد الجدعان أن الإجراءات الاحترازية المتخذة ساهمت في عدم انتشار الفيروس في البلاد، مؤكدا أنه على المقيم والمواطن مسؤولية كشريكان في مواجهة كورونا. وتحدث الوزير الصحة أن هناك لجنة مكونة من 18 جهة حكومية تعمل بما يعرف بالتقصي الوبائي لتحديد الإصابات وتحديد مصدر كل إصابة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين بالشكر والامتنان والتقدير على كلمته الضافية مساء أمس، والتي أوضح فيها اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بسلامة المواطن، وأن الصحة هي الأساس والأول في كل ما يتعلق في تقديم الخدمات للمواطنين. ولذا قامت المملكة بمجموعة من الاحترازات التي ولله الحمد ساهمت في تقليل أثر هذا الفيروس المنتشر عالميا، وساهم في إلى حد ما في عدم انتشاره بشكل سريع. ونعمل إن شاء الله أن هذه الاحترازات سوف تساعدنا في المستقبل على عدم وجود انتشار سريع لهذا الفيروس. وكما ذكر حفظه الله أن هذه أزمة عالمية، هي تحديات كبيرة، والقادم سوف يكون أصعب، ولذا نحن نحاول ونبذل جهد كبير ونقدم كل الاستعدادات ليكون مستعدين لما يمكن يحدث في المستقبل. خادم الحرمين الشريفين حفظه الله كذلك قدم شكره للعاملين في القطاع الصحي، وهذا وسام يعتز به جميع العاملين في القطاع الصحي، فهم يقومون بأداء واجب وطني، فهم خط الدفاع الأول، وهم يعملون ليل نهار لتقديم أفضل الخدمات الوقائية لحماية بلدنا من هذا الفيروس. كذلك أود أن أشيد بالإجراءات التي تمت سواء في إيقاف العمل الحكومي أو الإجراءات التي تمت في القطاع الخاص. فالقطاع الخاص الحمد لله الآن اتخذ مجموعة من الإجراءات بالتعاون مع الجهات الحكومية، فالآن في كثير منهم يعملون عن بعد،
وتكون الاجتماعات عن بعد، وكذلك هناك كثير من الإجراءات التي تمت من قبل القطاع الخاص والتي يشكرون عليها. أيضا أود أن أشكر كذلك القطاع الخاص على مساهماته الفاعلة، فشركات الاتصالات مثلا قدمت خدمات اتصال البيانات والإنترنت بتطبيق صحة وتطبيقات تعليم مجانا. كذلك مجموعة من رجال الأعمال ذكروا أنهم سوف يعفون كثير من المستأجرين من الإيجار خلال هذه الفترات. كل هذه مساهمات حقيقة رائعة، وهناك متأكد مساهمات أخرى كثيرة من قبل القطاع الخاص. أود أيضا أن أنوه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين حرصت على دعم القطاع الصحي وتوفير له كل الدعم المالي لتقديم أفضل خدمات في هذه الفترة. وكما نعلم الحكومة دائما تدعم القطاع الصحي بقوة وتنفق عليه بسخاء، وبالتأكيد في هذه الأزمة كذلك هناك دعم كبير. وهنا أود أن أنبه على نقطة مهمة جدا، أن المواطن والمقيم مسؤول معنا في محاربة ومقاومة والسيطرة على هذا الفيروس، فنحن شركاء. ومن باب المواطنة أرجو من جميع المواطنين والمقيمين تطبيق الإجراءات المهمة، وهي البقاء في بيوتهم قدر الإمكان وعدم الخروج إلا الضرورة. فهذا الفيروس ينتشر بالتجمعات، كلما قللنا التجمعات كلما بقي الناس بيوتهم، وكلما قللنا التواصل كلما ساهم التواصل الجسدي كلما ساهمنا في تقليل انتشار هذا الفيروس. أتقدم بالشكر والتقدير للجهات الحكومية، فالعمل في تناغم كبير وتعاون كبير بين الجهات الحكومية. كما ذكرنا هناك لجنة معنية بهذا الموضوع تجتمع بشكل يومي فيها 18 جهة حكومية، ويوميا تتخذ كثير من التدابير والإجراءات والاحترازات لضمان سلامة الجميع. وأنا متفائل إن شاء الله بتعاونكم نستطيع أن نخفف أثار هذا الفيروس في المستقبل. 18 جهة حكومية تتواجد اليوم في عدة مواقع، الكثير الآلاف من الأشخاص اليوم يعرضون أنفسهم للخطر لتكونوا في مأمن، إلزموا بيوتكم. هذه هي الرسالة فقط التي تحتاج الجهات الحكومية أن يتم الإصغاء إليها، وأن يتم تطبيقها، وأن تؤخذ على محمل الجد. في المنطقة الشرقية أيضا، ما هي الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا التي اتخذت في منافذ البيع التموينية المستثناة من الإغلاق؟ وهل هناك وفرة في السلع مع ثبات في الأسعار؟ أمانة المنطقة الشرقية اتخذت قراراً بفحص عمالة المنشآت التجارية المستثناة من الإغلاق بواقع مرتين يومياً، وذلك للتأكد من سلامتهم وعدم وجود أعراض لفيروس كورونا لا قدر الله. كما وزعت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 10,000 معقم كمرحلة أولى على كافة المتسوقين حرصاً على سلامتهم. اليوم حنا نتأكد من جميع المراكز التجارية تقيدت بتقريبا التعليمات اللي نحاول نزيد من، وهي احترازية ووقائية للمواطنين، بحيث انه العمالة اولا انها تكون ضامنين انها تكون مكشوف عليها صباحا ومساء في فترتين، ونتأكد انه كلها تقوم بنفس الادوار. ومن خلال جولتنا في بعض المتاجر التموينية وجدنا وفرة في المنتجات والسلع الضرورية بما يلبي حاجة السوق ويضمن استقرار الأسعار. بالنسبة لتوفر السلع الحمد لله، اللهم لك الحمد، أتكلم عن صعيد الشخصي أنها متوفرة بشكل كبير جدا جدا، ولا يوجد هناك عجز أبدا. الأسعار اللهم لك الحمد، أسعارنا كما هي، أسعار ما تغيرت أبدا جدا جدا. بالنسبة لتوفر المواد الغذائية متوفرة الحمد لله بشكل كافي، والأسعار جدا ممتازة، يعني كل المواد اللي دورت عليها وجدناها كلها في السوق صراحة. وجيت أتقضى كل شيء متوفر الحمد لله. كيف شفت الأسعار؟ نفسها، ما في زيادة ولا في شيء. تدابير وقائية وجولات رقابية قامت بها الجهات المعنية على المتاجر التموينية، وذلك حرصا منها على سلامة ورضا المستهلكين. لبرنامج هلا، محمد المحي، الخبر.
فاصل ونعود. حياكم الله من جديد. في أزمة كورونا وما نعيشه من انعزال في سبيل التقيد والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المسؤولة، كيف يمكننا الاستفادة من الكثير من هذه العزلة؟ وما هي الخطط التي نستطيع من خلالها أن نخرج بمكتسبات وأرباح، سواء بالتغيير من سلوكياتنا أو بإدارة أوقاتنا؟ الحديث حول هذا الموضوع ينضم معي في الاستوديو الدكتور سالم بهمام، المستشار في التنمية البشرية. حياك الله دكتور سالم. أهلا وسهلا دكتور. إيش الجوانب اللي اليوم نقدر نركز عليها من خلال هالعزلة اللي نعيشها في منازلنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول شيء يجب علينا في هذه الفترة طاعة ولي الأمر لما في مصلحة للبلاد والعباد. قامت حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين باتخاذ عدة قرارات وعدة إجراءات احترازية لحماية المواطن والمقيم العائشين في هذا البلد. أتوقع من أبسط حقوق هذه القرارات المفيدة لنا طاعتها بالالتزام بالبقاء في البيت للقضاء على المرض قبل أن يقضي علينا. قد يكون القرار بالنسبة لبعض العوائل أو بعض الأشخاص قرار شوي صعب أو قرار شوي متعب. إحنا ناس اجتماعيين، نحب الروحة ونحب الجية، إذا ما رحنا لحد الناس جونا. جزء كبير من وقتنا نقضي خارج البيت، إما في العمل إما في الاستراحة إما، ولكن هي هذه فترة معينة لابد أن نتكاتف جميعا ونتخذ قرار بالالتزام بهذه القرارات اللي تصب مصلحتها أولا وأخيرا لنا إحنا. هل ممكن إحنا نقعد في البيت وطفشانين ونتأزم نفسيا وسوف تنقضي هذه المدة، أو الاستفادة من هذه المدة بمكتسبات بعد انتهاء هذه الفترة؟ أستطيع أن أقول أنه أنا استفدت في هذه الفترة هذه الإنجازات أو هذه المكتسبات اللي بتثري فيني أنا سواء أو في المحيطين اللي حواليني. من أهم الأشياء اللي احنا المفروض نسويها نتخذ قرار أنه احنا لابد أن نستفيد من هذه الفترة. في عدة نقاط بنطرحها اليوم، في عدة أفكار بنطرحها اليوم، وكل شخص وكل عائلة تستطيع اختيار ما يتناسب لها، ولكن الهدف الأساسي هو العزل والحجر المنزلي على أساس المرض لا ينتشر. الحاجة الثانية نطلع بمكاسب تفيدنا وتفيد من حولنا. أهم شيء بعد اتخذنا القرار احنا كيف ندير. احنا بالنسبة لنا في المنزل لا نملك إلا مورد واحد اللي هو مورد الوقت. كيف ندير هذا المورد وهو متاح للكل وسهل الوصول إليه؟ احنا عشان ندير وقتنا الإدارة هي معناته أنا تنظيمات وإجراءات معينة أنا أسويها وأستخدمها للوصول لأهداف وإنجازات معينة أنا أبغاها. منين ممكن نبدأ؟ نبدأ أولا باتخاذ القرار أستاذ جمال، نتخذ قرار أنه أنا لابد أن أبقى في هذا البيت طاعة لولي الأمر وحفاظا على المسلمين وعلى صحتي. نعم. الحاجة الثانية أنه أنا أبغى أستفيد من هذا البقاء أو هذه الفترة بمكاسب تفيدني أنا، إن كانت إشغال الوقت بس في الفترة هذه أو مكاسب أستفيد أنا منها مستقبلا. أنا بعطيك مثلا خلينا نأخذ الجانب مثلا الجانب الديني. لو أخذنا الجانب الديني أنا أستطيع في الفترة هذه حيث أن أنا خروجي قليل، إحنا ما زلنا نعتبر في فترة الشتاء الليل طويل والنهار قصير، أنا ممكن أصوم، ممكن أزيد عدد ساعات قراءة القرآن، ممكن أحفظ في القرآن، فعندي متسع من الوقت وقص عليها الجوانب الأخرى في الحياة. فهي قرار ومن ثم تخطيط ومن ثم تطبيق. التخطيط أنا خطط أنا إيش المكتسبات اللي أنا أبغى أطلع فيها من بقائي في الفترة هذه. مثلا أنا والله أبغى أقوي أواصر العلاقات ما بيني وما بين أهلي،
سواء القريبين مني الساكنين معي أو حتى الخارجيين، أنا بإمكاني أتواصل مع الآخرين، والآن وسائل السوشيال ميديا، التقنية بالاتصال المرئي، أني أتواصل معهم بشكل كبير. فعندي جوانب اجتماعية أستطيع أني أنا أطورها، عندي جوانب رياضية ممكن أنا أطورها، عندي جوانب تعليمية. الآن الحكومة مشكورة قدمت عدد من القنوات الكبيرة تحت مسمى قنوات عين التعليمية، تستطيع أنك أنت تدرس تنظمها. ولكن أنا لاحظت في الفترة الماضية بعض العوائل صرنا زي رمضان، انقلب الليل نهار والنهار ليل، وهذا خطأ. من أهم الأشياء اللي تساعد على رفع مناعة الجسم النوم في الليل. هذا في أبحاث وتقارير قرأتها من أطباء، ولكن النوم في الليل هذا يرفع المناعة لدى الجسم. فأنا إذا قلبته ليل نهار ودير وقتي، يومي يصير عادي بس في البيت، أصحى الصباح صلي الفجر أرجع أنام، أو أني أكمل يومي برنامج إفطار. الصغار يحضرون القنوات التعليمية، الكبار ممكن يقومون بالمهام المنزلية، وترتيب الأوقات، عدم ترتيب الوقت بيضيع، لازم نرتبه ونلتزم فيه. السؤال اللي يطرح اليوم هي قضية إدارة الوقت. يمكن اللي عندهم عمل عن بعد عندهم مساحة من الوقت قد تكون يعني مشغولة في تنفيذ أعماله، لكن السؤال اللي يطرح، احنا نتكلم عن تحديدا الأطفال أو المراهقين، هذه فئة في طبيعتها فيها يعني تعشق الحركة وتتحرك بشكل كبير، حاصرها بإطار هالبيت وإبقائها فيه يمكن قد يكون أمر في تحدي بالنسبة للكثير من الأسر. كيف يمكن التعامل مع الأطفال؟ كيف يمكن اليوم إيجاد برامج بالفعل أنها تهم الأسر وتنعكس على الأطفال بشكل معين؟ أحسنت. أنا بأخذ من مقدمتك هذا الجميلة كلمة تحدي. تحدي ممكن التغلب عليه وبسهولة. احنا عندنا مثلا استطيع ان يعني اطبق برنامج فيه ساعة او ساعتين في جزء رياضي، ونحدد على حسب ظروف العائلة او ظروف الاشخاص. فهذه الممارسة سوف يعني تشغل كثير او بينفسون فيها كثير من الجانب الحركي. ايضا في مسابقات غير البرنامج الرياضي، ممكن نسوي مسابقات حركية وعليها جوائز بسيطة، ومنها ترى الممارسات الحركية في العائلة إيش ما كان، سواء كانت مسابقات أو كانت مساعدة في البيت، توطد العلاقات الأسرية بشكل كبير جدا جدا جدا، أي ممارسة حركية في البيت. أيضا تحديد برنامج من أطفال المراهقين، هذا أنهم يقضون عدد ساعات معينة أمام في التعليم، سواء عن طريق الإنترنت أو عن طريق القنوات اللي موجودة. تطوير مهارات ثانية عندهم هم يحبونها. إذا كل طفل أو كل مراهق أنا أعطيته الحاجة اللي هو يحبها بتحد من حركته كثير، ممارسة، تعلم مهارة جديدة، فهي في النهاية تختلف من عائلة إلى عائلة. ولا تخفى على كثير من العوائل، الحمد لله الآن العوائل السعودية كلها متعلمة ومثقفة، لا تخفى عليهم الأفكار. ولكن أنا أبغى أرجع للنقطة الأولى، إن لم نتخذ القرار فلن نبدأ. إحنا دائما مشكلتنا نحدد أهداف ولا نحدد متى نبدأ. راح نتكلم عن التسويف، لكن اسمح لي بعد الفاصل. فاصل ونعود. حياكم الله من جديد. حديثنا عن فترة العزل المنزلي، كيف يمكن أن نقضيها وكيف يمكن الاستفادة منها. دكتور، تحدثت قبل الفاصل عن جوانب دينية رياضية اجتماعية يمكن للشخص أن يتخذ القرار ويحول هذه الحياة من العزلة إلى حياة فيها كثير من الأنشطة اللي تستطيع أو يستطيع من خلالها الشخص بناء مهارات، بناء قدرات، تعلم أشياء جديدة حتى. لكن تحدثنا عن مشكلة مهمة أو تحدي دائما نواجهه إحنا، والتسويف. كيف للشخص أنه يتجاوز هالتسويف هذا؟ هو أقول لك الحاجة أم الاختراع.
والحاجة هي اللي عادة تجبر الإنسان باتخاذ قرارات قد تكون مصيرية في حياته احتياجه لها. أتخيل قرار العزل المنزلي قرار صادر من جهات حكومية وليس للفرد في أي قرار، فهم عليها للتنفيذ. أتخيل أنه أمام خيارين، إما حال قلتنا بالعام يقعد طفشان أو يتخذ هذا القرار. أتصيف أنه بكرة بعده في النهاية من سيدفع الثمن؟ الفرد نفسه، ولكن يتخذ قرار بأنه ويضع له برنامج، ولا في أي مانع أنه البرنامج هذا يعدل حتى لو عدل 100%، ولكن يبدأ. يعني مشكلة التشريف ليست حصرة على المجتمع السعودي أو المجتمع العربي أو المجتمع الإسلامي، قد تكون صفة إنسانية موجودة. الإنسان أحيانا يتخوف من الممارسات الجديدة اللي ممكن يقوم فيها، يتخوف من الإقدام على أشياء جديدة. بعض الناس يتعجزون يتعبون، يقول لك خلينا نأخذ هذه فترة إجازة، مدى الفرصة أنه ما في عمل أخذها فترة إجازة. ولكن ما يمنع أنه أنا أطلع بأي مكاسب، إحنا ما نقول إنه والله أنت لازم تطلع بألف مكسب، أطلع حتى لو بمكسب واحد، كلها على حسب ظروفه، كلها على حسب قدراته، أيضا البيئة اللي هو عايش فيها متساعدة بشكل كبير أو متساعدة بشكل بسيط. ولكن المهم أنه يتخذ هذا القرار، يضعون برنامج، إذا احتاج تغيير هذا البرنامج ممكن هذا البرنامج أن يغير، سواء بشكل كبير أو بشكل صغير أو بشكل كلي حتى، ولكن المفروض أن نبدأ. وأنا يعني أحمل القرار هذا ولي أمر الأسرة، لأنه حرام أنه يكون أسرة فيها أطفال فيها مراهقين فيها بنات أنه تعدي هذه الفترة نوما بالليل، وأسف نوم بالنهار وصحيانا بالليل، ومسلسلات وتلفزيون فقط. هل في تطبيقات معينة يمكن الاستفادة منها اليوم لجدولة هذه الأنشطة؟ زي ما قلت لك، هي الفكرة أنه العوائل الحمد لله الآن مثقفة، عندها كثير من الأفكار، فيها برامج كثيرة يستطيعون يبحثون عليها في النت، وفيهم يبدون يخترعون. يعني في النهاية البرنامج اللي أنا بضعه ليس دين منزل، أنا أحط برنامج والله أنا أحب أن أمارس الرياضة مثلا أول ما أصحى الصباح، تجي أستاذ جمال تقول لا أنا والله بخلي ممارسة الرياضة عندي من مثلا الساعة 12 الظهر الصباح، أنا بخليه مثلا أتفرج على تلفزيون ترفيهي، بعدين ببدأ تعليمي، بعدين ببدأ ديني، بعدين أنا ممكن أسوي برنامج مختلف تماما مع برنامجك. لكن في النهاية فترة زمنية معينة سوف نجد أنا وأنت أن وصلنا لنفس المكتسبات، تعلمنا مهارة جديدة، تعلمنا، مارسنا رياضة، كان الجانب الديني جانب مهم. أيضا في نقطة كمان حقيقة يعني كانت في بالي قبل التصوير وكنت حاب أني أنا أعرج عليها، الجانب الاقتصادي، إحنا كيف نستثمرها في الجانب الاقتصادي؟ الجانب الاقتصادي إحنا حضور دورات مجانية كثيرة موجودة على 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 النت، صحيح، فيها توفير مبالغ كبيرة. أيضا عملية توفر، الحمد لله حكومتنا الرشيدة موفرة كل شيء موجود في الأسواق، فما له داعي أنا أروح أصرف المبالغ الكبيرة في الجوانب الاقتصادية وتؤثر علي هذا فترة العزل بين أن أدفع مبالغ كبيرة للتخزين. كل شيء متوفر عندنا، كل شيء متوفر عندنا، فإحنا نستفيد أيضا منها في الجانب الاقتصادي. وحقيقة يعني هذه ملاحظة مهمة أنا حريص أني أنا أذكرها، الجانب الاقتصادي مهم جدا يكون فترة العزل هذه استثمرها بحضور برامج تدريبية، بعمل يعني اتصالات سواء مرئية وغير مرئية للتوطيد العلاقات الاجتماعية. نعم. وأيضا هذه فيها توفير، أنا ممكن أستاذ جمال أنا لو بجي بزورك وبتشرع علي لما أجي زورتك مضطر أخذ معي صحن فاكهة أو صحن حلوة وأقدمه لك، لكن الآن باتصال المرئي ممكن أتواصل معك وأقوم بهذه صلة الرحم وأنا قاعد في بيتنا ماني خسران شيء. أعطي وردة الحين وخليني بعيد والشخص الثاني بعيد، ولا عطني فيس أهم شيء، بس لا 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 ما حد يبغى أحسن صحن فواكه هالفترة. صحيح. يمكن شوفنا اليوم أحد التحديات اللي تواجه الحكومة هي قضية المخالطة. دكتور سالم، سمحت أستاذ جمال، في عائلة أمريكية كان عندهم مناسبة اجتماعية، وتأكيدا لكلامك حضر المناسبة الاجتماعية شخص مصاب، عداهم كلهم صار عندهم 4 وفيات و20 حالة إصابة من مناسبة كما تفضلت وذكرت. مناسبة، احنا لابد أن نأخذ الموضوع بجد، المناسبات العائلية، عملية الملامسة، عملية ترك مسافة
هي كلها فترة معينة وبنرجع زي ما كنا وبنرجع أحسن وبنرجع نمارس كل عاداتنا وتقاليدنا اللي نفتخر فيها واللي تربينا عليها. صحيح. ما يمنع أن نتركها لهذه الفترة لنواحي صحية أمنية لي والبلدي. شكرا جزيلا لك دكتور سالم بهمام مستشار في التنمية البشرية لكل هذه المعلومات اللي قدمتها عن كيف نقضي أوقاتنا اليوم في فترة العزل المنزلي في عصر كورونا. شكرا جزيلا لك. الرسالة والمسؤولية الأخيرة هي لكل من يتابعنا اليوم وشاهدنا من المنازل، كلنا مسؤول اليوم، كل فرد فينا مسؤول عن ما يحصل، وكل فرد منا أداؤه اليوم من خلال ملازمة البيت وجلسته في البيت هو يساهم بشكل أو بآخر في الحفاظ على الصحة العامة، هو يساهم بشكل أو بآخر في المحافظة على الأمن الصحي والأمن الاجتماعي. فيا جماعة رسالتنا الأخير، خلوكم ببيوتكم، اقعدوا ببيوتكم. إلى اللقاء.